الأوقات. أحلى تحية حيرة طايرة لأجدع ناس في الكرة الأرضية، أهلي وحبايبي وناسي، أهل بطن البقرة، الرجال قبل الستات والستات قبل الرجال، اللي كلهم عيلة واحدة، مفيش بينهم سر أبداً. أي حاجة بتحصل في أي بيت بعدها بساعتين، مفيش حد ما بيعرفهاش. وعشان بقى ما احنا أهل وعشرة، فأنا مش هخبي عنكم حاجة، ما كده كده هتتعرف. أنا عايز أسأل الست نوال مرات جزار الحتة المعلم سلومة، إيه اللي بينك وبين خطيبي؟ إيه اللي بينها وبينه يخليها تستقفى جوزها وتطلع لخطيبي وهو عازب وعايش لوحده بعمود الأكل؟ إيه اللي بينك وبين خطيبي إبراهيم يا نوال؟ أنا نوال، يمد إيده عليا ويفتح لي دماغي قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. عملت إيه يعني؟ وعشان مين؟ عشان طلعت لإبراهيم ووديت له أكل؟ طب ما هو جارنا وابن حتتنا ومتعور. عملت إيه يا موسوك أنا؟ كفرت ولا كفرت؟ مش الواجب كان هو اللي يطلع له بحتتين لحمة ولا رغيف حواوشي؟ ماشي يا سلومة، ما هو لو كان راجل كان جاب كوريا دي من شعرها وعمل اللي ما يتعامل معاها، ولا كان اتخلي مع إبراهيم ولا شكري. لكن ده مش راجل يخاف منهم، فالح يتشطر علي أنا بس. بطلي بقى زعط ومعط، من الآخر كده ده راجل واطي وما عندوش أصل. وعلى رأي المثل يا بيت، العايط في الفايق نقصان من ايه؟ من العقل. وانت اساسا متطلقه منه بالتلاته، مش رمى عليكي يمين الطلاق بالتلاته؟ لا تعتبيها ولا تخشي فيها. وبعدين يا حبيبتي، انت لا مخلفه منه لا عيل ولا تاير، يعني لا ليكي عنده ولا هو له عندك، خالصين. يا دكتور يا دكتور يا دكتور، احنا هنمشي امتى يا اخويا؟ احنا هنا من ليله امبارح تعبنا بقى. ما تقلقيش، هي حالتها مش خطيره، بس هي عشان نزفت امبارح فاحنا علقنا لها محلول، اول ما يخلص ان شاء الله هنطمن عليها وهنخرجها ان شاء الله. طيب يا حبيبتي انا همشي بقى، علشان انا خلاص تعبت طول الليل قاعده القعده السودا ده، اهي رجليا جرمزت، جيت افكها مش عايزه تتفك بزراجين، وانت حضرتك نايمه لي على السرير ابو مرتبه حلوه دهيت، وحاسه بنفسك كده انك اميره. ايه يا اختي في ايه؟ ما هو انا عشان بنت اصل دماغك اتفتحت جيت معاكي والوحدي، عشان انا بنت اصل ومحدش سعرك، وبنت معاكي ومحدش عبرك. ايوه، عشان انت اصلا محدش بيقبلك بهب والنفس، والله العظيم الحاره كلها ما بتطقكيش يا دي البت، عشان انتي ما انتيش عامله لنفسك حبيب، مكرهه فيك الدنيا كلها يا شيخه، حرام عليكي. فوتك بعافيه يا قلبي، انا عملت اللي عليا ونط وازح والله العظيم. سلام عليكم. وديني وما اعبد لكون مفرجاك يا سلومه انت وكوريا. خلصي يا انتصار، المدير يعدي دلوقتي، عايزين نخلص قبل ما يجي. يلا. السلام عليكم يا حاجه. وعليكم السلام يا ابني. مالك يا ام، تعبانه ولا حاجه؟ لا الحمد لله نحمده. طب اقول لك ايه، ما شفتيش ابله هاجر؟ هشوفها فين؟ ما شفتهاش خالص النهارده. يعني ما تعرفيش عندها نبطشيه النهارده ولا ما عندهاش؟ انا ست غلبان بكنس وامسح، ايش فهمنا انت؟ ياما كلنا غلابه، متشكرين، كتر خيرك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت ايه انت؟ ازاي تدخل اوضه الممرضات بالمنظر ده؟ انت ما تعرفش انها اوضه حريمي؟ خلاص خلاص ياما، ولا حريمي ولا رجالي. السلام عليكم، حد خلع راسه هنا؟ يجازي شطارك، انت عاوز ايه؟ انا بدور على ابله هاجر. وعاوزها في ايه بقى ان شاء الله؟ قريبها ولا ايه نظامك؟ ابن خالتها، ابن عمها، المهم هي فين عشان تدي الحقنه لامي، امي ما ينفعش حد يديها الحقنه الا ابله هاجر. ربنا يشفي يا اخويا، ابله هاجر ما جاتش النهارده وتليفونها مغلق، وانا عملت لها غياب بدون اذن. ويا حضرتك متعوده يعني تغيب كل يوم كده؟ لا دي اول مره، بس انا هخصمه لها. دي لسه اسمها مكتوب بالقلم الرصاص، لسه ما تثبتش، وبقول لامك تكلمها وتوعيها تشوف شغلها كويس. خلاص يا ابله خلاص. لا ده الواد سكه ابني، ولا سكه، تعالى اهو. انت ايه اللي جايبك هنا ولا؟ كنت بمر على المرضى انا اشوفهم عايزين حاجه ولا بتاع. تمر على المرضى يا كذاب. اتفضل يا خالي. ايه ده؟ ايه ده في اكل؟ يا نهار اسوخ، يا ده المرار الطافح،
ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت اتهبلتي ولا ايه؟ انت كده بتخربي على نفسك. مين البت دي اللي عايزه تخرب البيت علينا؟ ها؟ انا عارفاها. انت هتوديهم له خال ولا انزل اديهم له انا بنفسي قدام امي لا اله الا الله تاني؟ يا بنتي مش كده، عيب. انت تعرفي ابراهيم ده من يوم ولا يومين؟ ابراهيم ده بقاله سنين عايش وسطينا، وبعدين هم عشان كلمتين فارغين سمعتيهم، امال لو شفتيهم كنت عملتي ايه؟ هو خلاص كلمتين تفينك ده تقولي خلاص اتفضل مفارقين؟ خلصت يا خال. ما خلصتش. لا خلصت، هي دي بقى الغلطه ام فور، هو كده جاب اخره معايا خلاص، خلصنا، كده هو ياخد سكته وانا ليا سكتي. طب بقول لك ايه؟ كفايه اللي انت عملتيه امبارح في الحاره، وبعدين هايدي هانم دي مش غريبه. الحاجات دي ترجع بعدين وناخد رايها. ايه رايك يا هايدي هانم؟ ترميه طبعا، هما الرجاله كلهم كده غدارين ووحشين، وكويس انك كشفتيه قبل ما تتجوزوا. مالهم الرجاله يا اخي؟ رجاله احسن ناس. عاجبك كده؟ حشرت لي سندس والست الهانم بتاعتك في الموضوع، وبعدين مش غريبه ايه؟ دي حاله واحده مستاجره عندي اوضه، بتحشرها في خصياتي ليه دلوقتي؟ بقول لك يا خال، هات الدبلتي؟ هات الدبلتي، انا هنزل اقدم له بنفسي، انت هتعمل لي فتحه ونصب يا اسامه منير، ما تلخص. بقول لك ايه اقعدي؟ مين منير ده؟ قوم يا قريه، غير هدومك وانزل واكل عيشك، احنا مش فاضيين الكلام الفارغ ده، وانا الحاجات دي بعدين بوديهم. اسمع يا واد انت، ما اقول لك. اسمع تعالى هنا. ايه يا سندس؟ تعالى هنا، خد الدبله دي وتروح لسعد قول له امك بتبوسك من هنا ومن هنا، وخد الدبله دي اخطب بنت حلوه قول له عايزاها تكون حلوه وبيضه زي البت دي. شوف بيضه شعرها طويل. ان شاء الله هو هيتجوز من البنات الحور ان شاء الله. لا انا مش عايزه بنات الحور، انت اللي تنقيها له. This is a very unique piece. We bought it from a French lady living in Brazil. Ah. Wow. It's a very nice piece. We are at your service, sir. Thank you. How much? 1 million euro. Okay. No problem. Sorry, it's the policy of the shop. We can't take a check in the end of the deal. But you accepted a check for me before. Yes, but the policy of the shop that we can't accept a check in the end of the deal. Okay. You collect your check. And I will leave the diamond to make it a ring. Okay? Okay, no problem. And again, please accept my apology. But this is the policy of the shop, even for our special customers. No problem. But I need a ring before her birthday, please. Sure. We are at your service and we must make you and your girlfriend happy. Okay. Goodbye. يعني ما عندهاش موبايل؟ في حد في مصر ما عندوش موبايل؟ بتقول بعته؟ وانا ما فيش حاجه تعملها ابدا اقول لك عليها وتعملها مظبوط. لو سمحت يا عم احنا مش لوحدينا، وبعدين انا ما سكتش. ايه عملت ايه؟ جبت رقم جوزها. لا يا راجل. اهو 011. ده راجل زباله، زباله طول عمره يضربها ويبهدلها. وهي بتيجي يا عيني هنا تبات عندنا في البيت وبياخد فلوسها وحاجتها. هو احنا نتجوزوا يا عمي؟ اي وسيله اتصال بيها وخلاص. خلي معاك. وانت يا دكتور ايه الاخبار؟ مش مهم الاخبار اللي عندي. انا باكد عليكم للمره الثانيه انكم تنسوا حكايه بطن البقره دي تماما، ما تدوروش عليها تاني ابدا. جرأة يا دكتور، دي بنتي. عايز اعرف هي عايشه ازاي؟ ظروفها ايه؟ بتعمل ايه؟ محتاجه لايه؟ انت مش قادر تحس بدي ليه؟ انا مش فاهم. معلش ما عندكش بنت. بكره لما تخطب وتتجوز وتجيب بنت هتقدر تحس باللي انا حاسس بيه. مهم ايه الجديد؟ الف مبروك. هايدي خدت البراءه؟ حضرتك اترفع من عليك قرار حظر التصرف في ممتلكاتك. يا راجل يعني كده انا بقيت مطمن قوي، يعني ما اقدرش المس اي حاجه ويعملوا لي قضيه تبديد. يا سلام، انا فرحان، انا مبسوط. I am so happy. قضية كبيرة قوي يا أبو طالب بيه، مش صغيرة زي ما حضرتك متخيل، وللأسف ما فيهاش أي ثغرة قانونية. أنا معظم الحاجات اللي أنا بعملها دلوقتي مش بعملها كمحامي، أنا بعملها كصديق للعيلة، صديق بيفهم في القانون، وبفكر معاكم في حلول خارجية، مش محامي. ده على أساس إنك حليت المشكلة وأنت محامي عشان تحلها وأنت صديق؟ يا أخي يا أخي ارحمني، اسكت بقى شوية.
يعني ينفع كده يا عم شكري؟ ينفع كده بتسيح لي وتشرب للولايه في قلب المنطقه ليه يعني؟ واحنا اللي بينا ايه؟ شرده؟ هكون عملت ايه يعني مع الولايه وانا بمنظري ده؟ يا عم شكري، يا عم شكري ده انا بعمل حمام بطلوع الروح. الكلام ده ليه انا يا هيمه؟ انا شكر الصعيدي، لسطى شكر الصعيدي. اي نعم جاي هنا على الكبر، بس بنفهم ونعرف ورا الكلام كويس قوي. والحكايه اللي بينك وبين نوال دي مش حكايه واكل وشرب بس يا هيمه، ده فيه طبيخ واعر قوي بينكم. عشان كده لما كوريا اديتهم لك ما قدرتش اقول لها تلت التلاته كامل. انت هتعوم على عمها ولا ايه يا عم شكري؟ ولا هو اللي يخاف من العفريت يعمل عبيط؟ لا نعوم ولا نغرقوا يا ابن الناس. بقول لك ايه؟ انا اللي هقول لك درويش ولا زاهد ولا شيخ. احنا رجاله زي بعضينا ونفهم بعضينا كويس قوي. واللي زعل حد بيحبه وبيحترمه وباقي عليه يروح يصالحه، ياخد بخاطره بكلمتين عشان نهدي النفوس وشيل من دماغها حكاية نوال دي خالص. يا دي النيلة على نوال. يا عم شكري، يا عم شكري، أنا مفيش بيني وبين نوال دي غير كل احترام وجيرة وأخوة. دي ست فاضلة، فاضلة والله العظيم. يعني دي في مقام خالتي بالظبط، وأنتوا مفيش في دماغكم غير الحاجات الغريبة دي. طب أنا أعيش إزاي معاكم يا عم شكري وأنتوا دماغكم كلها كده؟ أنا قرفان قوي منكم يا عم شكري، قرفان قوي قوي. لا ما تزعلش مننا. لا أنا زعلان يا عم شكري. هنصلح من نفسينا يا ابني. مش عارف. بقول لك إيه؟ قوم. قوم طيب خاطرها بكلمتين بسرعة عشان تقدر تصالحك وتقدر تنسى اللي حصل ما بينك وبين نوال. فوتك بعافية. لا فوتك بعافية إيه؟ أنت حسبني هنا، أنا زهقت من أم الأوضة دي، خدني معاك، أنا هفك دي وأنزل معاك. تعال معايا. بالراحة بالراحة يا عم شكري، بالراحة. في إيه؟ حاضر يا حبيبي، تعال معايا. انا حاسه ان انا عايشه في حلم طويل ما بيخلصش. ولا حلم ايه ده؟ كابوس ومش قادره اصحى منه. هتعدي هتعدي والله العظيم يا عادي، كل الفتره دي هتعدي وهتنسيها. اقولك على حاجه، هنقعد انا وانتي نتكلم على اللي بيحصل ده وهنقعد نضحك يا ستي. انا زهقت يا دينا، زهقت قوي. مش كفايه القرف اللي انا عايشه فيه؟ انا الزهق هيموتني. انا قاعده طول اليوم ما بعملش حاجه، قاعده بكلم نفسي زي المجانين. انا حاسه ان انا هعيش هنا عمري كله. لا ده تشاؤم زياده عن اللزوم. بقولك ايه، ما تحاولي تعملي اي اكتيفيتي في الحته اللي انت فيها دي. يعني الناس اللي حواليكي مختلفه، حاولي تفهميهم، حاولي تقربي ليهم، حاولي تعرفي بيفكروا ازاي، بدل ما انت قاعده 24 ساعه تفكري في الهم اللي انت فيه ده. هعمل ايه بس؟ بقول لك زهقت، اتخنقت، ده انا حتى فكرت ان انا انتحر. انسي الفكره دي خالص، شيليها كده من دماغك. هايدي حبيبتي اسمعي، انت حياتك مهمه ومهمه قوي كمان، ومهمه اكتر لينا احنا، لكل اللي بيحبوكي بجد وحواليكي. شوفي نفسك فيه وانا هعملهولك اي حاجه. انا عايزه حاجات كتيره يا دينا، عايزه اشوف بابي، وعايزه ايباد، عايزه انترنت، عايزه حاجات اسلي نفسي بيها. ولا اقول لك انا عايزه اشتغل. ايه؟ ما عندناش اخت نسوان تشتغل. استنى لما يجي لك عدلك ويجي لك اللي يهنيك. ماشي يا سندس. حاضر. لا ما فيش يا دينا، دي سندس بس بتكلمي. يا عيدي ده يعني هتشتغلي ايه في الحته اللي انت فيها دي؟ لا مش للدرجه دي يعني. بقول لك اكتيفيتي مش شغل يا حبيبتي. مش عارفه. طب بصي اقفلي دلوقتي عشان الباب بيخبط، تلاقي هالبني ادمه دي اللي عايشه معايا ونسيت مفاتيحها. بس يا سندس يلا باي باي يا حبيبتي، هكلمك تاني. يلا باي باي باي. ضربتني يا سندس، ضربتني. مين؟ الساعه 5 الصبح يا اخويا. صباح الفل والجمال على عيونك يا ست جمالات. نعم ده مؤاخذه في الكلمه، رد السلام ده السلام بتاع ربنا. يوه خلاص خلاص، بلاش السلام، بلاش السلام. عايز ايه؟ انا كنت قاعد في المحل، جاني شويه لحمه، جاموسي صغير شباب. طمنت ان الست كوريا مش هنا، جبت لك 2 كيلو موزه عشان يستاهلوا بقك الحلو الصغنطه ده. لحمه ايه وجواميس ايه؟ ايه القرف ده؟ انا مش عاوز حاجه منك يا ابله. الله، انا بشتري الجيره عشان محدش يقول ان المعلم سلومه جاب لي الحريم الحكومه. غلطت انا. لحمه ايه وجواميس ايه؟ ايه القرف اللي انت بتقوله ده؟ خدي 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 جاموس. يا سندس اقعدي اقعدي يا سندس، احنا مش عايزين لحمه، مش هناخد لحمه. ستي استني، انا جبت لك اللحمه. ايه اللحمه؟ ايه؟ اطلع بره. يلا اطلع بره، اطلع بره، احنا ناقصين. ايه ده يا سندس؟ هاتي اللحمه، هاتي اللحمه. جاتك القرف اللي ايه؟ هاتي يا سندس اللحمه، هاتي. انا هو انت لسه هنا؟ يلا ما تغور يا سندس. لا. احنا من امتى بناخد لحمه من الناس؟ من شوربه علشان الواد سعد يجي حضنه ويرم. يوه روحي بعيد عني بقى. هاتي اللحمه دي. القرف اللي يقرفك.
يا ابني انا مش عامل لك نسخه على المفتاح، انت لازم تفصلني يعني. ترسم الموناليزا يعني؟ جبت بطاطس كتير؟ اه. عسكري المراسله بتاع سعادتك جاب لك كل اللي انت طلبته. ومالك مستتل قوي تبقى عسكري؟ زي ما يكون فالح قوي بتخلص القضايا اللي بدوها لك. كل 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 ما تصدعناش. طب وليه العكنانه دي؟ ما انا خلاص انا الاسم بتاعكم. هديك قاعد بقى للي اتخانق، للي عيال ثبتوه، للي بيتهم بيقعوا ويطلعوا مزاز مزاز بيئه. والباشا بتاعنا اللي خلاص كانت ميس ايجيبت بتجري وراه بيقول لك بيئه بس عجباني. يا عم انت مال اهلك؟ عجباني يا اخي. هات 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 البطاطس. انجز. وهي دي البطاطس الكتير؟ تصدق قادر انك عين نصاب. يا ولا مخمطتني يا ولا، دماغي بقت زي البيضه الممششه وسكت الزفت ده هو. اسمع كلام امي يا ابني انت بس، حاسبنا يلا ما انت تكل على الله. الهي يا رب وانت جاهي فرج عليك خلقه يا سوكا يا ابن قلبي. ياما انا عملت لك ايه ياما؟ انت بتدعي عليا ليه ياما بس؟ شوف يا ولا ادعي عليك ليه؟ ده انا بقول لك ربنا يفرج عليك خلقه، وانت مش عاوز تبقى مطرب والناس تتفرج عليك يا ولا؟ اه ياما عندك حق ياما. يلا ما انت انزلي وانا اروح اشوف الواد ابراهيم فاتح ليه. لا انا عاوز ارقص عشان انا ياما. انزلي بقى ياما ياما يلا انزلي بقى. ايه يا ولا اسكتي يا ولا. سلام ياما سلام ياما. عايز ايه يا ولا؟ يلا ياما اتكل على الله. خد يا ابني نرضي. يلا بالسلام. أهيمة أهيمة أصاحبي أهيمة، يا صباح العسل والجمال والرضا عم الشباب كلها. يا صاحبي ننزلك يا صاحبي كده والجرح لسه مفتوح. خناقتي من قعدة البيت، خد كمل دول. ماشي يا صاحبي عينيا، أنت تأمرني يا صاحبي. أدي البصل حلاوتك. مالك فايق ورايق بروح خالتك كده على الصبح؟ ولا فايق ولا رايق يا ابن عمي، أنا بضحك على نفسي. اللي جوه غير اللي بره. فرح أخت ودان ده كان فرح شؤم. سلومة مسك البت نوال اداها علقة وفتح لها دماغها وحلف عليها بالطلاق ما داخلة البيت. وأنا أخو هاجر قفشني متلبس وحبس هاجر يا ريس في الشقة وخد منها التليفون وحالف ما يخرجها وأنا مش عارف أعترف فيها. وأنت اتخانقت يا صاحبي، يعني فرح شؤم ولا مش شؤم؟ إيه ده؟ يا صاحبي ده كوريا قلعتني من إيدها. يا جدع دي كوريا بنت غلبانة. بقول لك إيه؟ ثبتها وأنت سيد مثبت الحريم. لا شكلها المرة دي بقى حسوك، وبيني وبينك أنا كنت بفكر أخلع منها. بنت كوريا دي فقرية، لو اتجوزتها هنخلف عيال فقريين ونعيش في فقر. بقول لك يا سوكا انا ههد من ام الحاره دي. انا عايز اطلع شرم ولا الغردقه اشوف لي كده واحده خواجيه مقرش اتجوزها واخد الجنسيه. جنسيه اي بلد نظيفه يا سوكا. وتغير جنسيتك يا صاحبي. فكك يا سوكا من جو مصر يا امي، وما شربتش من نيله والكلام الاهبل ده. وفي حاجه اسمها مصر؟ اني مصر فيهم؟ مصر بتاعتنا ولا بتاعته؟ يا سوكا اللي بيخش له 100 جنيه في الشهر بيشوف مصر غير اللي بيخش له 10000 جنيه، وب 10000 جنيه بيشوف مصر غير ابو مليون غير ابو مليار. كل واحد بيشوف بلد غير التاني. مصر مش حاجه واحده بس يا سوكا، مصر حاجات كتيره قوي على حسب اللي في جيبك. ومن الاخر كده يا صاحبي مفيش حاجه اسمها جنسيه، جنسيتك هي قرش. هي مصر واحده بس يا صاحبي. عايزه حاجه مني يا اسطى كوريا؟ لا متشكرين يا شيماء، توكلي انت على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شعر ولا دق؟ عايزاكي في موضوع. رجلك خدت على النزول والحركه كتير، بقيت كل شويه الاقيكي نطلي في حته. ها انا مش محبوسه، انا جايه هنا اصلا عشان ما بقاش محبوسه. بشوقك. انت هتفضلي واقفالي كده؟ ما تخلصي قولي في ايه؟ انا فين مكفين؟ الراجل. راجل مين؟ الجزار اللي اتخانقتي معاه المره اللي فاتت وجاب لك البوليس. سلوكه. سلوكه؟ ماله سلوكه؟ عاوز ايه؟ بيراقبك وبيستناكي لما تنزلي، ولما يعرف انك مش موجوده بيخبط عليا. نعم يا اختي؟ خبط عليكي؟ خبط عليكي اللي ان شاء الله. ما اعرفش اسالي، ما انا جايه عشان اقول لك. ايوه يعني لما بيخبط عليكي بيتنايل على عين اهله ويقول لك عاوز ايه؟ اول مره قال لي ان هو ما كانش قصده يجيب البوليس. ما كانش قصده. هو يعني كان طالع قامت الحكومه شبكت في طرف الجلابيه وجت معاه من غير قصد. قال ايه كمان؟ ما قالش. اخلصي قولي، انت شكلك خايفه من حاجه. جه وجاب معاه 2 كيلو لحمه. ايه 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 ايه؟ 2 كيلو ايه؟ لحمه. لحمه لا بقى ده انت حوارك حوار. وجاي لي ليه بقى يا حلو؟ مش عارفه تسلقيها ازاي ولا جاي لي اعلمك تعمليها صينيه؟ لا جايه اقول لك ان انا خلاص
قررت ان انا هقعد معاكي هنا في المحل. انا بقتش قادره اقعد فوق في البيت، بخاف. في ايه يا اخي؟ حل وسطك يا بعيده. انت ايه؟ حتى المحل اللي كمان طمعانه فيه؟ مش كفايه النصايب اللي نزلت ترفع على دماغي من ساعه ما ادبك حط عليا؟ اطلعي فوق يا اختي، بلا خايفه بلا مش خايفه. تعالي هنا. لو مش ندد عليكي قوي كده يا اختي، عندك صوتك، ارقعي بالصوت الحقيقي فرجي عليه امه لا اله الا الله. بلاش، عندك شبشابك نسليه على خلقه امه. يلا يا اختي توكلي على الله، وريني طقساتك وانت ماشيه اللي بتلم عليها اللي يسوى اللي ما يسواش. وبقول لك ايه، حوار المحل ده تنسيه من مخك خالص، ده محلك لعيش يامه. ده النصايب السودا اللي بتتحدف عليا وانا قاعده دي، انا ناقصه. مساء الخير. مساء النور. ايه فينك مش باينه؟ انا موجوده بس انا اصلا ما بجيش هنا كتير، لازم ابقى متفقه مع اصحابي عشان كده بنيجي. اه يعني هم جايين دلوقتي؟ خساره، مش هنعرف نقعد مع بعض. ليه؟ انت كنت عايز تقعد معايا؟ بصراحه اه. طب يلا بينا قبل ما يجوا. على فين؟ مش قلت لك سيب لي نفسك خالص؟ السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيت الأستاذ فواز اللي شغال في مستشفى بالريش، ساكن فين؟ ساكن فوق في الدور الثاني. هنا يا حاج؟ اه. شكرا يا حاج. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. مساء الخير يا عم الأمور. هو في حاجة يا رايق؟ لا مفيش حاجة يا كينج. أصل شايفك رايح جاي من شوية كده زي اللي ضايع منه حاجة. لا ورايا رحت أشتري علبة سجاير وديت الراجل 100 جنيه، ببص في جيبي ما تلاقيتش الباقي، فبدور عليها يعني هنا مفيش حاجة يعني. ماشي يا نجم، ربنا عطرك فيهم، بس اللي بيدور على باقي 100 جنيه بدور عليهم في الأرض مش في الشبابيك. ممكن حد لقى ال 100 جنيه وطلع، وعلى المهم حصل خير. أشوفه الشوكو سانكس. هي كان اسمها إيه؟ هي مين؟ هي نجوان. كنت بتحبها؟ بحبها قوي. هبلة يعني؟ هي نجوان. اشمعنى؟ عشان الراجل اللي يحب بالشكل ده يبقى راجل اهبل، سوري يعني. والست اللي تلاقي راجل اهبل زي ده تبقى هبلة كمان لو فرطت فيه. انا حبيت الحب اللي ممكن يخليكي تدي روحك للي بتحبيه من غير ما تفكري. لو كانت قالت لي اعمل في نفسك حاجة بس علشان ابقى مبسوطة كنت هنفذ فورا. ايه اللي انا عملته غلط يا سارة؟ ايه اللي ممكن في الدنيا يخلي واحدة ترمي حب زي ده ورا ظهرها؟ فلوس، علاقات، المنصب، كل دول عندي. رجولة؟ انا قدامك اهو يا سارة، فيا مشكلة؟ عندي حاجة غلط وانا مش عارف؟ هي اللي خسرانة على فكرة، بجد هي اللي خسرانة مش انت. سارة انا لسه بحبها لحد دلوقتي، حياتي ملهاش اي طعم من غيرها. تخيلي لو رجعت، انا مستعد انسى كل اللي عملته. مش بقول لك هبلة، ما تستهلكش. انا كان عليا يا اختي، انا كان ممكن ابيتك عندي، بس انت عارفة بقى ان انا عندي شاب يعني في سن الجواز، وانتي بصراحة ربنا وما تاخذنيش يعني ما تضمنيش. حتى انتي برضو يا خالتي الله يسامحك. ايه ده؟ ده انا هنا ايه؟ اما وريتك يا كوريا الكلبة انتي وسلومة، انا نوالة بقى فرجة الحتة. طب والعمل ايه يا خالتي؟ هنهبب ايه في ام اللي انا فيه ده؟ هبات في الشارع يعني زي المجازيب ولا ايه؟ لقيت لك الحل يا بنت، رغم انك انتي كده وكده يعني، بس سبحان الله ربنا مسهلها لك. فانت بقى يا سيدنا الشيخ هتاخد البت نوال من ايديها توصلها لجوزها سلوم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم، هو انا قلت حاجه عيب؟ الراجل هيكبر لك، هتقول له رجعها لعصمتك هيرجعها على طول. دول روحهم في بعض وما لهمش غير بعض، بس الشيطان شاطر. لكن يا اخت نوال، انت تذكرين انني قابلتك قبل ذلك على الكورنيش، تذكرين؟ يا اختي ايه؟ انت ايه؟ شيطانه في اعرابي؟ مفيش حاجه ما بيننا يا شيخ، ده احنا اخوات. والله غالب على امري، فلنذهب للاخ سلومه لكن بشرطين. انت لسه هتتشرط علينا؟
قول يا سيدنا الشيخ قول. انت رافقين يا ست ام سوكا، لان موقعي ووضعي لا يسمحان ان اسير مع الاخت نوال بمفردنا في الطريق العام. انا ما غريش غير نوال، روحي مع نوال وتعالي مع نوال، ما كانش حته طبق رز بلبن اللي طبحتهولي. ها طيب والشرط الثاني ايه؟ الشرط الثاني ان شاء الله انا ساتوصل، ولكن غير مسؤول عن النتيجه. نعيما يام اديني سبختهولك، هو رجعتك بنت 18 سنه ايه يا كوريا يا بنت؟ يا بنت هو الزمن بيرجع لورا؟ يا ولي يا ولي، ده المثل بيقول ورنش البوسه تبقى عروس، وانا ورنشتك اهو لمعتك وخليتك ولا اللي بكرتونتها. روحي الله ينوي عليك يا كوريا، خليتيني حلوه، إله شوفك زي ما انا عايزه يا رب. خدي بقى حمام الزيت ده كمان، بصي بقى ده هيليس لك شعرك، ينزله كده على وشك لا تعرفي تشوفي من القصه يمين ولا شمال. ده حلو ها؟ اجربه. ماشي زي بعضه. خدي يا كوريا. يو ومالك يا ولية زي اللي بتديني حسنة كده؟ ده أنا فلوس دي باخدها منكم كده حاجة رمزية يعني، وانتوا حد فيكم يقدر على أجرتي اللي استحقها؟ على فكرة يا كوريا انت بقى لسانك زي الفرقلة، وانت عارفة لو ما كانتش ايدك حلوة ما كانش حد دخل المحل ده. يلا أنا ماشي، عايزة حاجة؟ لا شكرا، يومك شبهي. اقعدي بالعافية. ازيك يا كوريا؟ ده انت زعلانة بجد بقى. طب بصي يا بنت الحلال، أنا مش عاوز حاجة منك، المفروض بعد اللي عملتيه ده ما اعرفكيش تاني، بس انا جاي عشان افهمك حاجه واحده. نوال هي اللي طلعت لي بالعمود يا كوريا، وانا اتخانقت معاها ونزلتها قدام سوكا، ومن الاخر كده نوال هي اللي راميه كتتها عليا وانا مديها السكه. من يوم ما علي حد عليك يا كوريا مش هتبقى نوال. نوال دي زي مساحه الجزمه اللي الواحد يمسح فيها جزمته وهو معدي. وانا لما كدبت عليك وقلت لك ان العمود بتاع البت الممرضه ده كان عشان ما اعملكيش مشاكل ولا العبلك في دماغي. انت عالي يا كوريا، ما تنزليش نفسك لنوال. أنا كده خلصت اللي عندي. سلام. وعلى فكرة دي محقوقالي يا كوريا، وبتجامد قوي كمان. سلام يا أسطى. Tonight all bills will be on my check. This will be very expensive, Mr. Mahon. No problem. This day is very special for me. It's Neguan's birthday. I want everybody here to be happy. Go, go, go. Ladies and gentlemen, it's a very special day for Mr. Malwan and he wants to share it with you all. So he promised that all the bills will go on his check. Thank you, thank you. هو انت كنت بتعيطي؟ انا؟ ليه نغة؟ انا اللي كنت سامع عياط، انت كنت بتعيطي؟ لا ما بعيطش. بطلوا منقرة انت وهي، انا سامعاكوا وانتوا بتعيطوا. طب انا ولسه خطيب الوطي قال لي بأصرف معاه، لكن انت بتعيطي ليه؟ ما انت قاعدة بقالك حبة وجرحك ناشف. ما حبيت غير مروان. لما كنا في المدرسة وفي الجامعة كانت كل البنات تحب وتصاحب إلا أنا، كانوا يقولوا لي أنتِ ما بتحبيش وما عندكيش قلب، وأنا فعلاً صدقت الحكاية، بقيت أحس إن أنا ما بعرفش أحب، لحد ما شفت مروان تحولت فجأة لواحدة تانية، بقيت مش شايفة قدامي غيره، كنا مبسوطين قوي وما كانش ناقصنا أي حاجة. فلوسي كانت فلوسه ومن غير حساب. يقوم يسرقني وياخدني ويورطني في قرض مع البنك ويهرب. طب ليه؟ ليه يهرب ليه؟ وبعدين عايز يهرب، ملقاش غير نجوان دي يهرب معاها. انتي ما تعرفيش نجوان. نجوان دي ما كانتش صاحبتي، دي كانت اختي واكتر من اختي.
انا لو وريتك صورنا من لما كان عندنا 3 سنين ولغايه دلوقتي عمرك ما هتقولي ان دي بنت الشغاله ودي بنت الناس اللي مشغلينها. انا اول واحده جريت عليها اصلا قلت لها ان انا بحب مروان كانت نجوى. عايزاني انسى الزمن. هما رجاله كلهم كده اختي، صنف واطي ما يستاهلش ولا يتعاشر. يعني عندك واحد زي براهيم ده مثلا، حجته ايه؟ وانت شفتيه ده بعد ما اترسم واتمنظر وبقى بني ادم؟ ده كان حته عيل معفن كحيان مش لاقي ياكل وماشي كله في الشمال، شويه يسرق غسيل شويه يثبت واحد، يوم ما كان ربنا يكرمه قوي يعني كان يسوق توكتو وقريته ملكه. انا اللي حوشت له، جبت له عربيه الكبده وعلمته عمايلها لحد ما سموه كبداكي. لكن اللي في ده هيسلى ازاي؟ الدنيا النجس هيفضل نجس. انا مش حارقني الا ان هو بص لنواه. نواله كبداكي يعني تخن وتقلب قيمتي؟ حرام عليك، ده انا فتحت عينيا على الرجاله عليك يا هيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ده الريحه المعفنه دي؟ انت بقالك قد ايه ما استحمتيش؟ يلا قومي قومي ادخلي خدي شاور وحطي ديودرنت وبادي سبراي. ولا انت ما عندك؟ خدي من عندي، خدي من عندي وحطي بس. يلا قومي انت لسه قاعده يا بنت الجزمه.